بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، الحديث رواه البخاري رحمه الله، وقوله تعس عبد الدينار، تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال في موضع آخر وهو ضد سعيد، تعس ضد سعيد أي شقي. قال أبو السعادات رحمه الله: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزناً، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زنة 50 حبة شعير وخمسة حبة، درهم وزنه 50 حبة شعير وخمسة حبة. سماه عبداً له لكونه هو المقصود بعمله، يعني الذي يعمل لأجل الدنيا لا يقصد وجه الله ولا الدار الآخرة، بل يريد الدنيا، دعا عليه بالهلاك وهو عبد، عبد الدينار وعبد الدرهم. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته، كما هو حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات رحمه الله: هي ثوب خز أو صوف معلم، يعني فيه خطوط، يسمى خميصة، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. وقال أبو السعادات رحمه الله: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، والخمل الخيوط التي في طرف الثوب. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات رحمه الله: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، الذي يريد الدنيا بعمله ولا يريد الآخرة ولا يريد وجه الله هلك. قال الطيبي رحمه الله: فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه
وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلن تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، وهي الآلة التي يخرج بها الشوك. قاله أبو السعادات رحمه الله: والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. فيجب علينا أن نعبد الله ونعمل الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا للدنيا. ومن أراد الدنيا بعمله ولم يرد وجه الله والدار الآخرة هلك والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار أو الدرهم، وعبد القميص القطيفة، وعبد الخميص، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى إخباراً عن المنافقين والعياذ بالله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاؤهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. وعبد الدنيا الذي لا يريد إلا الدنيا لا يريد وجه الله ولا يريد الدار الآخرة، نعوذ بالله. وهكذا أيضاً طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعاً، يعني يطلب الرزق الحلال ليستعين به على طاعة الله لا لأجل الدنيا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد يعني زيادة على الحاجة، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها، وربما صار مستعبداً ومعتمداً على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياه رضي وإن منعه إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالي
أن يحب أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالواجب على المسلم أن يعمل ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ويأخذ من الدنيا بالحلال ما يعينه على الطاعة، ولا يشتغل بما زاد على ذلك من غير حاجة. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه. قال أبو السعادات رحمه الله: طوبى اسم الجنة، اللهم إنا نسألك من برحمتك جنة الفردوس والنجاة من النار. طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها، أي في الجنة. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب رحمه الله بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، شجرة عظيمة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه الإمام أحمد رحمه الله. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه الإمام أحمد. حدثنا حسن بن موسى: سمعت عبد الله بن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني، اللهم اجعلنا منهم. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. قال المعلق: صحيح بطرقه، لأنه له طرق كثيرة، فمجموع الطرق يدل على صحة هذا الحديث. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباً. قال وهب رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض، زهرها أي النور رياض، وورقها برود، وقضبانها عنبر أي عيدانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها أي طينها مسك، يخرج من أصلها الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة بينما هم في مجلسهم إذ أتاهم الملائكة عليهم السلام من رب إذ أتتهم الملائكة يقودون نيبا إبلا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها أي شعرها كخز المرعز من لينه، عليه ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها أي ينيخون الإبل، ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر، وأوطأ من الفراش أي ألين من الفراش، خباً من غير مهنة يعني تسرع ولكن من غير تعب، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه،
لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك صاحبتها، حتى إن الشجرة لتتنحى أي تتباعد عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن، إلى الرحمن الرحيم، فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي. مرحباً بعبادي الذين خشوني بالغيب، أي خافوني بالغيب واجتنبوا المعاصي وأدوا الواجبات، خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، أي لم نعظمك حق تعظيمك، فأذلنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها الجنة ليست بدار نصب أي تعب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة أي تعب العبادة، فسألوني ما شئتم، بأن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، ربي فآتني من كل شيء كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن انتهت، إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: قصرت بك اليوم أمنيتك، أي ما طلبت شيء، ولقد سألت دون منزلتي، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين، نوع من الخيل مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة اللون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظة القبة، حتى يظن من يراها، من يراهما أنهما من دون القبة، يرى مخهما من فوق ساقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة عليهم السلام فيسيرون بهم صفًّا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أُعدَّت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده عن وهب بن منبه، وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية بالدر والمرجان، أبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع، مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذن لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت أبيض فهو مفروش
بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء. قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها أي درجها من قباب لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين، نوع من الخيل، من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف فينظرون رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة عليهم السلام قعوداً على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان، جنتان ذواتا أفنان، جنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين. وقال خالد بن معدان رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها، يعني ضروع مثل ضروع الغنم الشاة التي فيها اللبن، ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة. وإن سقط المرأة التي سقط قبل تمامه، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. الله أعلم، هذه الآثار الله أعلم بصحتها، وثواب الله أعظم من ذلك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله: أشعث مجرور بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصية ووزن الفعل. رأسه أشعث رأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر، يعني مشغول بالجهاد وليس عنده وقت لترجيل شعره. شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه، وبالجر صفة ثانية لعبد. قوله: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا أمره القائد أن يكون في حراسة الجيش فعل ذلك، وبكسر الحاء أي حمى الجيش أن يهجم العدو عليهم. قوله: كان في الحراسة، أي غير مقصر فيها ولا غافل. وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال.
قوله وإن كان في الساق، كان في الساق أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد، لا يريد الزينة ولا يريد الشهرة، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهاراً رغبةً في ثواب الله وطلباً لمرضاته ومحبةً لطاعته، فهذا هو الفائز الذي يعبد الله ويريد ما عند الله. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو خامل الذكر، أي ليس له شهرة، لا يقصد السمو، أي لا يقصد لا يقصد العلو، بل هو يريد ما عند الله ولا يريد الشهرة. وقال الخلخالي رحمه الله المعنى ائتماره بما أمر، يعني يمتثل الأوامر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساق لأنهما أشد مشقة، انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله، يحرس المسلمين من الجهاد من أعدائه. قوله إن استأذن لم يؤذله، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذله، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. وهكذا المؤمن يقصد وجه الله ولا يريد الشهرة ولا يريد غير ذلك، إنما يريد وجه الله عز وجل. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، لم يشفع بفتح الفاء المشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم، لأنه ليس من أهل الدنيا. فهذا ثناء على المخلص الذي يريد ما عند الله ولا يريد الشهرة ولا يريد المدح. وروى الإمام أحمد ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. يعني قد يكون مؤمن فقير لا ينظر إليه، ولكن أعطاه الله الإيمان والخير، فلو أقسم على الله لأبره، أعطاه الله ما أقسم عليه فضلاً منه سبحانه وتعالى. وروى الإمام أيضاً أحمد أيضاً رحمه الله عن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير قال: قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم، يعني خفت أن تتركوني وتذهبوا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. ليلة واحدة في حراسة المسلمين عن أعدائهم أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، فحراسة المسلمين من عدوهم فيه ثواب عظيم. في سنده ضعف. وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمهم الله قال: عبد الله بن محمد قاضي نصيبين، نصيبين بلد، حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس اسم بلد، وواعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض رحمه الله في سنة 77 و100. قال عبد الله بن المبارك قال للفضيل: يا عابد الحرمين، يعني يا عابدا في الحرمين
لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه يبكي بين يدي الله، فنحورنا بدمائنا تتخضب. أي نحن نجاهد في سبيل الله، نقاتل أعداء الله. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب، أي في الجهاد في سبيل الله. ريح العبير لكم، أي ريح الطيب لكم، ونحن عبيرنا طيبنا رهج السنابك والغبار الأطيب، أي في سبيل الله. ولقد أتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب ودخان النار تلهب. المجاهد في سبيل الله الله يجيره من النار. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. عبد الله بن المبارك يحث الفضيل بن عياض على الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. يقول محمد بن إبراهيم: فلقيت الفضيل بن عياض رحمه الله بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه الفضيل ذرفت عيناه، أي بكى رحمه الله، فقال: صدق أبو عبد الرحمن، يعني أن الجهاد في سبيل الله أفضل. صدق أبو عبد الرحمن، أي عبد الله بن المبارك رحمه الله، ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض رحمه الله: حدثنا منصور ابن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، علمني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن ذلك تصلي فلا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك، أي لو قدرت، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله، يعني يسرع في حبله، فيكتب له بذلك حسنات، أي يكتب للمجاهد بذلك حسنات، لأنه ربطه في الجهاد في سبيل الله.